فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على نبينا الذي اصطفى وسيم النبي المجتبى الأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل ربنا ونعمة مع كتاب التجارات في سنن ابن ماجه، وهي إعادة. فنسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا الانتهاء منها، اللهم أمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: النهي، باب النهي عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر. بيض الله عنك شيخ شريف، جزاكم الله عنا كل خير، أحسن الله عليكم جميعا. هذه أيضا من البيوع، بيوع الغرر. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محرز أو محرز ابن سلمة العدني، حدثنا هو من ثقات الأثبات، حدثنا عبد العزيز محمد الدروردي، هو من الثقات لكنه كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. عن عبيد الله، عن عبيد بن عبد الله العمري، هو من الثقات. عن أبي زناد زكوان زهات، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، نسقط الأزبات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه وسيد السبع المكثرين عن النبي الأمين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاد. نعم، وأصارت بيع الحصاد من بيع الغرر. هذا من باب عطف العام على الخاص، الحمد لله. عن ابن عباس رواه بسند أيضا، عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وحديث الصحيح. ذكر المصنف بيع الحصاد، وبيع الحصاد فيه تأويلات ثلاثة. أحدها أن يأتي وبيده حصاد إلى بائع الثياب، بائع طعام، وبين يديه ثياب فيشتري منه ثوبا على أن يلقي هذه الحصاد، فعلى أي ثوب وقعت الحصاد فهو المبيع. يعني هو يقول، هو رجل ذهب إلى خزاز أو بزار لا عنده أثواب، قال: أريد أن أشتري ثوبا، أريد أن أشتري ثوبا. فاتفق معه على أن يلقي أو يرمي بهذه الحصاد، فأيما ثوب وقعت عليه الحصاد تم البيع عليه. إذن هذه الصورة الأولى، أنه يلقي الحصاد فإذا وقعت على ثوب تم البيع دون أي خيار. الثاني هو أن يشتري من أرض إلى حيث انتهى إلقاء الحصاد، يعني يقول له: أنا أريد أشتري أرضا. يقول: هذه أرضي، إلقي الحصاد حيثما وقعت الحصاد، فنهاية أرضك مع آخر مكان تقع فيه الحصاد. البيع الأول باطل لأنه غرر، لا يعلم من أين التي يقع عليها العقد. نعم. التأويل الثاني أيضا باطل لأنه يعرف العين وفي طريق آخر بثمن مؤجل إلى أن يلقى هذه الحصاد، يعني الأجل أيضا يكون مجهولا. التأويل الثالث لبيع الحصاد هو أن يشتري من الأرض لحيث انتهى إلقاء الحصاد، ثم يرمي الحصاد إلى أين، فإلى أين انتهت فهو القادر المبيع. هذا أيضا باطل لأن فيه الغرر. الحق أن نقول أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. الغرر الأصل فيه الجهل، الغرر الأصل فيه الجهل عليكم السلام عليكم. جهالة الكم وجهالة الكيف وجهالة الأجل، فهذه بيوع الغرر الجهالة، والجهالة تبطل العقد. الجهالة مادة نزاع عظيمة تبطل العقد. فجهالة السلعة، جهالة الكم أو الكيف، جهالة الأجل، كلها جهلات تؤثر سلبا في العقد، بل العقد باطل
الغارم على الجهال، تغريب الإنسان في جهالة. وهذا الحديث أفادت أن بيع الحصاد لا يجوز، وأن النهي عنه صريح من النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من التغرير بالمشتري، وأن المشتري إما في الثوب لم يتأمل الثوب ولم يعلم ما فيه ما له وما عليه، وأيضا شاري الأرض نفس الأمر لأنه لم ينظر إليه ولم يعلم جودته من عدم جودته، كان الشراء هو مرتبط مرهون بوقوع الحصاد عليه، هذه مخاطرة ومقامرة. ولذا العلماء قالوا بيوع الحصاد من البيوع الفاسدة، لأنها من بيوع الغرر، وبيوع الغرر غير بيوع الضرر. كيف ذلك يا نور؟ كيف ذلك؟ غفر الله لي ولكم وعلمني الله إياكم ورفع عني وعنكم الجهالة، اللهم أمين. ولذلك قال ابن عبد البر من أنواع البيوع الفاسدة، فذكر منها المنمسة والمنابذة وأيضا بيع الحصاد، كلها بيوع كان يتبايعها الجاهلية. فهذا كله فيه التغرير الذي هو مادة النزاع بين البائع والمشتري، لذلك البيوع في ذلك باطلة، لأننا هنا فيها تطبيق قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد. ولذلك يقول الإمام البغوي قال: كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولا أو معجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر، مثل أن يبيع الطير في الهواء والسمك في الماء أو العبد الآبق أو الجمل الشارد أو الحمل في البطن، كل ذلك فاسد باطل. تطبيق قاعدة مطلق النهي الفساد فيه أقرب. ولذلك نحن نقول كل بيع كان فيه جهالة الكم المقدار يعني، أو كان فيه جهالة الكيف الجودة من غيرها، أو كان فيه جهالة الأجل، فهذه كلها بيوع الغرر، والأصل فيها أن النهي فيها لذاتها، يعني حرمة بيوع الغرر لأن النهي لذاتها، النهي عن العقد نهي عن ذات العقد وليس النهي لأمر خارجي وهو الضرر الذي يقع على البائع وعلى المشتري. فلو كانت على الضرر فحلها أنه يرجع لصاحبه إن أسقط حقه صح، وإلا فلا. أما الغرر الذي هو مادة النزاع الأصيلة، هذا يرجع على العقد بالبطلان، يرجع على العقد بالبطلان. نعم. الفوائد المستنبطة: الشرع جاء ليحمي أموال الناس، كل عقد يحوي جهالة فهو عقد باطل، لأنه ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغرر، يعني نهى عن بيوع الغرر. ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص، ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص، يعني بيع الحصاد فرد من عموم بيوع الغرر، فلا يقال أن يعني بيوع الغرر محصورة في بيع الحصاد فقط، لا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.